السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من تلفزيون حضرموت من المكلا. أستهل النشرة بأبرز العناوين. الرئيسان العليم والسيسي يعقدان لقاءات ثنائية ومحادثات رسمية بشأن مستجدات الملف اليمني وأمن الملاحة الدولية. رئيس مجلس القيادة يزور مجلس النواب المصري ويدعو إلى مناصرة برلمانية عربية واسعة لمشروع استعادة الدولة. رئيس هيئة الأركان يطلع على تقارير الإنجاز للنصف الأول من العام القتالي 2022. أهلا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات موسعة عقب مراسم استقبال رسمية تم فيها عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وفي بداية اللقاء رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفخامة الرئيس والوفد المرافق له من أعضاء مجلس القيادة عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وعبد الله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني. وتطرق اللقاء الثنائي بين الرئيسين والمحادثات الموسعة إلى تطورات الشأن اليمني وأمن المنطقة في ظل تزايد الأنشطة العدائية من جانب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين وفرص الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات والتنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك سبل تفادي كارثة بيئية وشيكة من احتمالات انهيار خزان صافر النفطي. وعقب المحادثات عقد الرئيسان العليم والسيسي مؤتمرا صحفيا حول نتائج الاجتماعات ومواقف البلدين من التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والإقليمية. زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجلس النواب المصري خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنف الجبالي. وخلال الزيارة أشاد فخامة الرئيس رشاد العليمي بالتجربة الديمقراطية المصرية الرائدة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، مؤكدا التزام مجلس القيادة الرئاسي بالوقوف أمام المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي. هذا وناقش اللقاء الحصار المفروض على مدينة تعز والتداعيات المحتملة لانهيار خزان صافر النفطي. عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعا مشتركا برؤساء هيئات وزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية 3، 6، و7 للاطلاع على تقارير الإنجاز للنصف الأول من العام القتالي 2022 ميلادية. واستمع رئيس هيئة الأركان إلى تقارير مفصلة عن الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف جبهات القتال والخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش والأحياء السكانية والأعيان المدنية، داعيا الأمم المتحدة للقيام بالدور المنوط بها في إلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتعهداتها لجعل الهدنة واقعا ملموسا. وشدد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات الميدانية كافة. جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني إدانة الحكومة للتهجير القسري والاضطهاد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي تجاه الأقليات الدينية. جرى ذلك خلال زيارته لبعض العائلات البهائية من اليمنيين المهجرين من قبل ميليشيا الحوثي. وأدان الوزير الأرياني ما تعرض له البهائيون من جرائم وتعذيب نفسي وجسدي
مؤكدا أن الحكومة تسعى لدعم حقوق المواطنة المتساوية وحقوق الأقليات والنضال من أجل بناء اليمن الذي يتسع لكل أبنائه بمختلف انتماءاتهم السياسية ومذاهبهم الفكرية. في الجانب الآخر، عبر البهائيون عن تقديرهم للوزير الإرياني والجهود التي تبذلها سفارة اليمن في لوكسمبورغ. ناشد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني المنظمات الدولية والجهات المانحة للانضمام إلى جهود اليونسكو والاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية في الحفاظ على الثقافة وتعزيزها بوصفها محركا للسلام في المستقبل. جاء ذلك خلال كلمته في فعالية الثقافة في اليمن، محرك لتمكين الشباب التي نظمتها منظمة اليونسكو برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضح الإرياني أن المشروع الذي تموله اليونسكو أبرز أن الثقافة هي كنز للشباب اليمني لإعالة أنفسهم وأسرهم، مع الاحتفاظ والافتخار بالتنوع الثقافي الغني الذي تتميز به اليمن، مشيرا إلى إسهام الحكومة اليمنية بالشراكة مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي في حماية المراكز الحضارية التاريخية في عدن وصنعاء وشبام وزبيد، وفي تحسين الظروف المعيشية لآلاف اليمنيين. ولفت إلى ما تسببت به السنوات الثمان الماضية من انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي عرضت المدن التاريخية وسبل العيش المرتبطة لملايين اليمنيين للخطر، إلى جانب مخاطر التغير المناخي. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بمنحة تبلغ 41 مليون فاصل 15 دولار أمريكي. وأضاف الوزير باذيب أن تمويل البرنامج جاء عقب جهود حثيثة بذلتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حشد الموارد وتعزيز التعاون مع المانحين الدوليين، مشيرا إلى أن التمويل سيتم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى منحة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمبلغ 3.85 مليون دولار أمريكي. وقعت في العاصمة المؤقتة عدن اتفاقية تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع المرحلة الرابعة، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية بشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية. وتتضمن الاتفاقية تأمين مواد ومستهلكات الاستصفاء الدموي للمركز وتركيب مكينة تحلية مكائن استصفاء دموي مع الأسرة وتوفير وجبات غذائية وأدوية صحية ومستلزمات الصيانة للأجهزة المختلفة، إضافة إلى دفع النفقات التشغيلية وأجور الكادر الطبي والصحي والفني والإداري والهندسي والخدمات العامة والتعاقد مع اختصاصيي وكوادر طبية في الحالات الطارئة. وعقب التوقيع أكد محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح أهمية احتياجات المحافظة لمثل هذه المشاريع الصحية التي تخدم مرضى الكلى في أبناء الضالع أو من أبناء الضالع والمحافظات المجاورة، مشيدا بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصحي في اليمن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. السيدة والسادة، ننقلكم الآن إلى حالة الطقس.
نهاية النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الرئيسان العليمي والسيسي يعقدان لقاءات ثنائية ومحادثات رسمية بشأن مستجدات الملف اليمني وأمن الملاحة الدولية. رئيس مجلس القيادة يزور مجلس النواب المصري ويدعو إلى مناصرة برلمانية عربية واسعة لمشروع استعادة الدولة. رئيس هيئة الأركان يطلع على تقارير الإنجاز للنصف الأول من العام القتالي 2022. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.